بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله بخير. محاضرتنا المادة الفيجوال بيسك العملي، الفصل الثاني الجزء الثاني. طبعا المحاضرة العملية هي لتكمل تنفيذ البرامج تم شرحها بالنظري. نبدأ على بركة الله. وصلنا بالمحاضرة السابقة الى الفانكشن فور فيرابل، اخذنا الادوات الادخال وادوات الاخراج، وقلنا انه التكست بوكس والليبل هي والانبوت بوكس هي ادوات ادخال، والتكست بوكس والليبل هي ادوات اخراج مجرد انه تستعملها بالشكل، يعني اللي عاز يعني ده هنا سويت اكسي سوينا تكست بوكس، هنا الاكسي صارت وسيله، التكست بوكس هي صارت وسيله ادخال والليبل صارت وسيله ادخال، بينما التكست بوكس يسوينا اكس هنا صارت وسيله اخراج، مجرد عمليه احلال. الانبوت هو عباره ادوات ادخال، المسج بوكس هي شنو اداه للاخراج. يوم درسنا هو الفانكشن. طبعا انا افيد لكم البرامج تم شرحها من قبل ست لغات. فانكشن فور فيرابلز، الفانكشن تتعامل مع المتغيرات. اول نوع من انواع الفانكشن هي الميد فانكشن. الميد فانكشن بس اذكركم بيها، هي تستخدم احنا عندنا عباره كلمه في الكمبيوتر مخزون متغير، انا اريد استقطع كم حرف من هاي الكلمه او من هاي العباره، الميد فانكشن توفر لنا هذا الشيء. اللي عاز مالتي هي الميد فريس، يعني العبارة هاي الفريس تكون مخزونة متغير x y z، وهذا المتغير تقدر تدخل له قيمة عن طريق أدوات إدخال في التكست بوكس مثل الانبوت بوكس مثل الليبل. البوزيشن يعني مين استقطع من الموقع الثاني الموقع الثالث. الان هي عدد الأحرف تستقطعها، يعني من الموقع الثاني اكتب له n 4، إذا يبدي من الموقع الثاني يحسب كم عدد 4 عدد يستقطع من الان موقع خم من الان من البوزيشن 2 ان 5، يعني من موقع ثاني كم كاركتر استقطع 5. خلينا نشوف، هذا هو مثال بسيط على تنفيذ داله المد. طبعا المد تتعامل ويا من ويا السترين. خلينا نشوف هذا المثال ننفذه. نفتح الفيجوال بيسك، مثال موجود امامكم صفحه 7. هنفذ المثال. مثال شي يحتاج هنا، يحتاج بوتون ويحتاج ليبل. زين، اكتب الكود الموجود بالبوتون. هنا بالبداية قلنا الفريس احنا نعرفه كمتغير، هنا بالمحاضرة مستعمل ماي فريس، يصير اكتب اكس يصير اكتب واي. هنا ماي فريس as string. ليش استعمل string؟ لان هو يعني character استعمل string. زين، هسه الماي فريس هو المتغير راح نغزل به شنو العبارة مالتنا. زين، شلون ادخل العبارة بالماي فريس؟ هو المتغير شنو مكان بالذاكرة فارغ، احنا ندخل احنا نغزل به البيانات. استعمل وسيلة من وسائل الادخال مثل التكست بوكس او مثل الانبوت بوكس او مثل الليبل. اذا شكتب اكتب ماي فريس يساوي، من كتبة يساوي يعني قيمة تخزن وين؟ تخزن بالمتغير. إذا بالعكس يصير هو وسيلة إخراج. هاي تنتبهوا له مثل الأمثلة الموجودة بالصفحة 6 لوسائل الإدخال والإخراج. زين، هسا أنا أريد أستعمل وسيلة من وسائل الإدخال. هنا بالمحاضرة مستعمل أنبوت بوكس. خلنا نستعمل نفسها، هي الأنبوت بوكس. أنتر يور فريز، يعني ادخل عبارتك. هل هي هاي العبارة؟ لا، هاي مجرد كتابة تظهر بالانبوت بوكس توضيحية لليوزر، يعني ادخل عبارتك. هسه المتغير ماي فريز وشون دخلت له القيمة؟ حتدخل عن طريق اداة وحدة من ادوات الادخال اللي هي انبوت بوكس، انخزنت وين؟ بالماي فريز. هسه انا حريد استعمل الدالة المد، اريد استقطع من هاي العبارة. زين، المد الدالة اتعامل وياها وين اعرضها؟ استعمل وسيلة من وسائل الاخراج في التكست بوكس مثل المسج بوكس. هنا بالمثال مستعمل الليبل. ليبل هي همين وسيلة من وسائل شنو؟ الاخراج والادخال. ليبل 1 دوت تكست يساوينا. هنا ليبل 1 دوت تكست تكست 1 دوت تكست هنا صارت يساوي صارت وسيلة اخراج. بينما إذا أكتب هنا الليبل 1.txt صارت شنو وسيلة إدخال؟ text 1.txt هنا مكان الانبوت بوكس صارت وسيلة إدخال.
اذا هنا اكتب label 1 دوت تكس يساوي صارت وسيله اخراج، تكس 1 دوت تكس يساوي صارت وسيله اخراج، والمسج بوكس اذا استعملها من وسيله اخراج. انتبهوا لهذا الشيء طلاب، اكتب داله المت يساوي my race، اكتب نفس المتغير اللي استعملته هنا، يعني هنا يصير استعمل x، هنا شو استعمل؟ اكتب x my race، بعد هنا شبقت نرجع للكود مالته my phrase، الفريس احنا خزناه متغير اسمه my phrase، البوزيشن يعني من ابدي استقطع، هنا مثلا احدد له من كاركتر رقم 2، الان عدد الاستقطاع كم كاركتر اريد، يعني ابدي من 2 فد 5 كاركترات، ابدي من موقع 2 فد 3 كاركترات، خلينا نشوف نا ابدي مثلا من كاركتر 2 كم كاركتر استقطع، استقطع 6، خلصنا هذا المثال. هسه ننفذ البرنامج، ادوس بوتون، خلي اجيبه هنا حتى تشوفون الكود، ادوس بوتون شو يظهر لنا؟ يظهر لنا انبوت بوكس، هي هاي الانتر يور فيس، هاي العباره توضح هنا الانبوت بوكس صار شنو وسيله ادخال، هدخل بي الفريس العباره وين تنخزن؟ تنخزن بالماي فريس، ماي فريس وين تروح؟ تروح للمد، المد تشتغل على العباره المخزونه بالمتغير ماي فريس، تستقطع من ادش قد؟ من الموقع 2، خلينا نكتب مثلا كمبيوتر. زين ادوس اوكي، بدت راحت الكمبيوتر وين خزنت؟ للماي فريس، ماي فريس معرفه سترينج، المد على ما اشتغلت؟ على العباره المخزونه بالمتغير ماي فريس، منين بدت تستقطع؟ تستقطع من الحرف الثاني اللي هو شنو؟ او، كم حرف تستقطع؟ 6، فالواحد 2 3 4 5 6، عيدكم اياها مفهنا كمبيوتر، كتبنا كمبيوتر، كمبيوتر من تبدي تستقطع؟ طبعا تحسب من اليسار لليمين، دائما القراءة الانبوت من يسار لليمين، الا انه الدالة تستعملها ليفت او رايت هنا تحدد، انتبهوا لها الشغلة. مد ماي فريز تبدي الهاي كمبيوتر تخزن من ماي فريز، المد تجي تشتغل على العبارة المخزونة بالمتغير ماي فريز، تستقطع 2، من تبدي هاي 1 هاي 2، اذا تبدي منين؟ من الاو، كم نمبر تستقطع؟ 6، 1 2 3 4 5 6، تستقطع ايش قد؟ 6، وين تخزن؟ وين تعرضها؟ تعرضها بالليبل 1 دوت تكس، هسه اقول له اوكي بوتن، زين وين انعرضت؟ هنا اعيد لكم اياها كمبيوتر، اقول له اوكي وين انعرضت؟ عرضت بالليبل، من استقطع؟ من الاو ام بي يو تي، استقطع من 2، استقطع كم مرتبه؟ استقطع 6 احرف. هاي هي دالة المد، هاي هي دالة المد. زين اذا انا اريد استقطع من جهة اليمين فقط او من جهة اليسار، اكو شي دوال تستخدم؟ يعني المد هي تنطيك اختيار بالاستقطاع، يعني تستقطع من يمين او يسار او عدد المراتب نقدر نستقطع. زين اذا انا اريد استقطع من اليمين فد 4 مراتب او من اليسار فد 4 مراتب، اكو دوال هيك مخصصة لهذا النوع؟ اي نعم، اكو رايت فانكشن والليفت فانكشن، ومثل هسه نجي ننفذها. زين هاي هي الميد فانكشن، رايت فانكشن، رايت فانكشن شنو وظيفته؟ هي تستقطع العباره من جهه اليسار، تبدي من جهه العفو من اليمين، الرايت تبدي من اليمين، عفوا تبدي من اليمين، تستقطع الاحرف تبدي من يمين، هذا هو الستيتمنت مالته اللي عاز مايكروسوفت دوت فيجوال بيسك دوت رايت فريس والان. اذا شنو هنا تستقطع من جهه اليمين الفريس اللي هنا قلنا هي شنو؟ تاخذها من مخزونه متغير اكس واي زد، وهذا المتغير ندخل له العباره عن طريق واحده من ادوات ادخال في التكست بوكس ومثل الانبوت بوكس، والان عدد المراتب نستقطعها. موجود هذا المثال كيفية التعامل مع دالة رايت شلون تشتغل، خلينا ننفذ على الفيجوال بيسك. زين افتح برنامج جديد حتى تشوفوه. زين هذا المثال احنا ننفذه موجود بصفحة 8 رايت فانكشن، شنو نحتاج هذا المثال؟ نحتاج بوتون، هذا البوتون
ونحتاج تي اكس بوكس. نات تي اكس بوكس سوي كادخال لو اخراج ناس سواه كادخال. وبعد شو نحتاج؟ نحتاج الليبر كاخراج. الليبر نحتاجه شنو؟ كاخراج. هذا هو الليبر. نبدي نكتب الكود. الكود شنو بالبداية؟ احنا لازم نعرف شنو نحتاج. نعرف العبارة وين نخزنها متغير. دم شنو هي؟ my word. my word as string. عرفنا my word شنو كسترينج. هاي my word نقدر نبدله اي خليها x y انه هي متغير بس مكان خزن بالذاكرة. انت تسمي وتحدد نوع السترينج هي نوع البيانات تخزن به. يعني انا من حددت لي سترينج ما اخزن به انتجر او سينجل مثل ما ذكرنا بمحاضرة سابقة. زين هسه شلون ادخل القيم مخزن متغير my word؟ my word يساوي اما استعمل انبوت وركس اما استعمل تيكس بوكس اما استعمل ليبر. خلينا نستعمل تيكس بوكس. تيكس بوكس 1 دوت تيكس. هسه ماي وورد هتاخذ القيمه 100 من تيكس بوكس 1 دوت تيكس. زين وين اخرج العباره؟ الاخراج وين يصير؟ بالليبر. زين انا هنا الليبر هي وسيله حصل للاخراج. ليبر 1 دوت تيكس يساوي هنا حاجي اكتب الإعاز مال الدالة رايت استقطاع من جهة اليسار هي مايكروسوفت دوت فيجوال بيسك دوت رايت. اكتب هنا افتح القوس الإعاز شي يقول اكتب لنا الفريس العبارة فريس وين خزناه هنا؟ بالماي وورد. هذا المتغير ماي وورد. اكتب هنا المتغير مو اكتب له فريس لا اكتب له المتغير ماي وورد. وبعد والان الان هي شنو ايش قد انا استقطع مثلا هنا بالمثال موجود 4. خلي اشغل برنامج وشوف ايش يصير. هذا هو البرنامج. هنا التي اكس بوكس صارت كوسيله ادخال المن الماي وورد. فادخل شنو العبارة حتى تنخزن وين بالمتغير my word. ادخل عبارة مثلا كمبيوتر. زين ادوس بوتونز شو صارت U T A R. ليش الكمبيوتر وين انخزنت؟ انخزنت بالmy word. المد الرايت فانكشن اشتغلت وين؟ على المتغير my word المخزونة شنو بالعبارة كمبيوتر. شو تسوي دالة الرايت؟ تستقطع كاركتر من جهة اليمين. هذا اليمين هذا شنو يسار هذا شنو يمين. تبدي 100 من الار شقد تستقطع؟ 4 كاركتر. فتستقطع ار اي تي يو تتوقف. اعيده تبدي 100 من الرايت تبدي من جهة يمين هذا يسار هذا يمين. تبدي منا من اليمنى تبدي من الار كم حرف تستقطع؟ احنا حددنا 4 يصير اكثر يصير يصير اقل يصير. تبدي تاخذ 1 2 3 4 اللي هي شنو R E T U تتوقف. هاي هي الرايت فانكشن. زين اذا الليفت فانكشن شو يصير؟ دالة الليفت فانكشن هي نفس دالة الرايت فانكشن بس شنو الاختلاف مكان بيها؟ انه هي تستقطع من جهة يسار. من اليسار تبدي تشتغل تاخذ العبارة من جهة يسار تستقطع. والان انت تحدد لها عدد المراتب تستقطعها كم حرف تستقطع. خلينا نطبق هذا المثال. هو نفس المثال الموجود سابقا مجرد انه انا شغير همينه ماي وورد اخزنها بالسترينج والماي وورد انطيها بالتكس بوكس دوت تكس انه ادخلها انها يصير ابدلها بانبوت بوكس يصير ابدلها بالليبر. جربوا هاي بالبيت جربوها تبدلوها. هنا الليبر هي وسيله اخراج ناتج الداله تقدرون تخلوها بالتكس بوكس 2 او تقدرون تستعملوا مسج بوكس تغيروها جربوها. زين هنا شنو التغيير راح يصير بمكان الرايش؟ استخدم شنو ليت. زين شو يصير هنا رايكم؟ هنا حتستقطع من جهة اليسار. ايش قد تستقطع؟ 4 مراتب. خلينا نشغل البرنامج. هجيب التصميم هنا الواجهة حتى تشوف. هنا ادخل العبارة ادخل كمبيوتر
ادوس بوتونز. شوفوا هنا اختلفت ليش، قبل شوية بدأت مين من اليمنى، أخذت الار والاي والتي أربع مرات. نعم مين بدأت ليف من اليسار، أخذت السي والاو والام والبي. ليش؟ لأن هي ليف تبدي من اليسار، تبدي من واحد اثنين ثلاثة أربعة. ليش أربعة؟ لأن احنا محددين لأربعة، هاي دالة الليف. لهنا أخذنا الترم، أخذنا المد عفو، وأخذنا الرايت، وأخذنا شنو؟ أخذنا الليف. المد هي تستقطع اختياري حسب اليوزر، حدد لها مين تستقطع، مين تبدي تستقطع، وش قد تستقطع. الرايت تبدي تشتغل من اليمين واليوزر حدد لها عدد المراتب، والليف تبدي تشتغل من اليسار واليوزر حدد لها عدد المراتب. ننتقل للترم فانكشن. ترم فانكشن شنو شغله؟ طبعا دالة الترم مجرد يشيل السبيسات الفارغة على يعني انت تكتب كلمة، في تكتب فيجوال، اذا خالي سبيس من جهة اليمين او من جهة اليسار، الترم يشيل هاي السبيس. يعني شاكو سبيس من جهة اليمين للعبارة او من جهة يسارها، شنو اشيله؟ هاي شغل دالة الترم. شنو اللي عايز مالته؟ ترم ثريس، ترم ثريس. زين شلون نستعمل هذا الياز؟ همنا مثل ما شرحنا انه لازم نجيب عباره متغير نخزن به العباره اداه من ادوات الادخال، ونستعمل داله الترم ونعرضها وين؟ نعرضها بتيكس. حاجة اطبق لكم هذا المثال الموجود بالمحاضره. نعم المثال شنو نحتاج؟ نحتاج بوتون. هنا بالمستعمل الليبل 1 لو تشوفوه بصفحة 9 بالشابتر 2، مستعمل الليبل 1 دوت تكست كوسيلة، وسيلة من وسائل الإخراج. بمكان الليبل 1 أنا شو راح أستعمل؟ راح أستعمل التكست بوكس. ليش؟ حتى يبين الإزالة مال السبيس. أنا أقدر أستعمل الليبل 1 بس بالليبل ما تبين. ليش؟ لأنه هي الليبل صير شفافة منه، يعني حتى لو يشيل الفراغ ما تبين عندك، بينما بالتكست بوكس حيبين عندك. واضح؟ نجيب تكست بوكس، يعني هذا التكست بوكس، افتح البوتن، اكتب بيه الكود الموجود صفحة 9. هم يعني عرف المتغير دم my race as string. عرفنا my phrase شنو متغير كسترينج. my phrase هسه شجي اجي اخزن العباره اللي انا اريد ادخله، اليوزر اريد ادخله، استعمل ايه شنو اريد ادخله، وين اريد انا اخزنها؟ هنا مستعمل انبوت بوكس، مستعمل انبوت بوكس. يصير تستعمل تيكس، يصير تستعمل ليبل، يصير خلينا نستعمل انبوت بوكس. وهذا التيكس والليبل انتوا جربوه بالبيت حتى تتمرنون على البرنامج. مايكروسوفت دوت فيجوال بيسك دوت انبوت بوكس، خلي فد عبارة توضيحية، انتر يور فريز. هسه خزننا الانبوت بوكس، هي حصل وسيلة ادخال. وين تنخزن؟ تنخزن بالمتغير ماي فريز. اشغل دالة الترم، وين اعرضها؟ اعرضها بالتكست بوكس. اعرضها وين؟ بالتكست بوكس. تكست بوكس 1 دوت تكست نات تكست بوكس صار شنو؟ كوسيلة، وسيلة عرض. اكتب لي عاز مال الترم اللي هو شنو الترم، افتح قوس، والفريس العبارة. فريس وين خزنتها؟ خزنتها بالمتغير ماي فريس اللي هو يصير بدله اكس واي مثل ما شرحتكم سابقا. اكتب هنا متغير ماي فريس، سد القوس، خلي شغل البرنامج.
قطع هنا. زين، ليش خطأ؟ خلينا نشوف. نا ليش خطأ؟ بس كنا ناسين هنا فارزة وحدة، لازم يعني شنو دبل كوتيشن. خطأ بسيط. هنا هيجي العبارة يعرفها كسترين، والماي فريز يساوي لنا مايكروسوفت فيجوال بيسك دوت انبوت بوكس. قرأ العبارة، خزنها وين بالماي فريز، وعرضها وين بالتكست بوكس. خلينا نجي نشغل البرنامج. التكست بوكس هنا صارت مود خاص، صارت شنو كاخراج. ندوس على بوتونز، حيشتغل انبوت بوكس. ندخل عبارة باع اترم، شوف حضغط سبيس، 1 2 3 4. شوف ضغطت سبيس، اكتب مثلا كمبيوتر. اللي ترمش السيري حتى انا ارضنا اياها بالتكست بوكس، بس شنو شيل هاي السبيس منه، ويشيل السبيس موجود منه. بما انه ماكو هنا عبارة، فهنا شو صار؟ شيل السبيس الموجود قبل الكمبيوتر. شو عرضت كمبيوتر بدون شنو سبيس؟ نعيد مثلا، نكتب شو هسه، حزيد عدد السبيسات، اكتب مثلا اي، ادوس اوكي. شنو شيل السبيس؟ هاي هي دالة الترم، هاي هي وظيفة دالة الترم، شيل السبيس الموجود على يمين ويسار عبارة. اكو دالة مثل ما اخذنا الميد، اكو ليفت ورايت. الترم هم انا بيها بيها الليفت ترم، وبيها شنو بيها الرايت ترم، يعني شيل الفراغات الموجودة على يسار العبارة، وهنا الرايت شيل الفراغات الموجودة على يمين العبارة. هذا اللي عاز مال ليفت ترم، ليفت ترم فريس. وهذا اكزامبل، هسه هذا اكزامبل خلينا ننفذه بالحاسبه. نرجع الفيجوال بيسك، ماي فريس خلينا نبدل هنا، اسميها اكس فرقا حتى اشوفكم انه هي مجرد متغير، اي اسم سميه اكس. وهنا الماي فريس سميه اكس. زين، هنا الماي ترم شو يصير؟ يصير اكس. بمكان الترم انا شو اريد استعمل؟ اريد استعمل الليفت ترم. ترم اشيل من اليسار يمين، الليفت اشيل من اليسار، الرايت ترم اشيل من اليمين، مثل الميد والرايت والليفت. اكتب ليفت ترم، هاي هي الليفت ترم. اشغل البرنامج، ما اكتب هنا بالتكست بوكس ليش؟ انه وسيلة اخراج. اكتب بوتون. بما انه الليفت هنا ما راح تبين، لو تبين خلينا نشوف كمبيوتر، خليت سبيس مين من الليفت، ادوس انت، صار كمبيوتر هنا، شالت السبيس من جهة الليفت اللي هو شنو قبل الكمبيوتر، فشالته، فاشتغلت دالة الليفت ترم. زين، اذا مثلا خلي اجرب لكم غير شيء، مثلا اكتب، شوف هذا السبيس من جهة اليسار، هاي جهة يسار، جهة يمين، من ناحية شيلة، ادوس اوكي، صار شالت. مجرد نفس عمل الترم. الرايت ترم، الرايت ترم اشيل الفراغات من ايش؟ من جهة اليمين. رايت ترم فريس. هذا هو المثال موجود بالمحاضرات، حطبق لكم اياه نفسه. هنا مكان الليفت شو استعمل؟ استعمل رايت. هنا خلي اغير اسم المتغير، مثلا مايد اكس اسميه شنو؟ اسميه واي. هنا انا الواي، الواي من ياخذ الانبوت؟ من الانبوت بوكس. زين، وين استعمل هنا شنو؟ مكان الليفت استعمل رايت ترم. رايت ترم، رايت ترم. شنو اكس؟ لا، ليش؟ لان الاكس احنا هدفناه صار بمكان نوان. هذا متغير، اي متغير هنا بالمحاضرة مكتوب فيجوال بيسك. شغل البرنامج، ما راح يبين لنا، لان هو من اليمين، من اليمين. دوس بوتون، يعني هنا حتى لو
اشيله. شوف هسه مثلا كتبت كمبيوتر، بقت هاي لو تباعون بقت هاي السبيس قبل الكمبيوتر. ليش؟ لان هي هاي من جهة اليسار، هو شال السبيس من جهة اليمين. اذا اكو سبيس لاحظت طلاب حعيده. هسه مثلا كمبيوتر اكتب فيجوال، مثلا باع سبيس 1 2 3 4 5 6 اكتب فيجوال ولا اوكي، يبقي هاي السبيس القبله. ليش؟ لان هاي من جهة اليسار، يشيل السبيس شنو بس من جهة اليمين. هذا هو شغل الرايت ترم، شيل السبيس من جهة اليمين، بينما هنا السبيس بقى. ليش؟ لان هو تشتغل فقط على اليمين، بينما قبل شوي اشتغل شال الشات سبيس من جهة اليسار وبقت شنو من جهة اليمين. هذا هو الفرق بيناته. اما الترم يشيل اثنيناته من جهة اليسار واليمين. هاي البرنامج موجودة صفحة 9، هي الرايت ترم والليفت ترم. واضح هنا؟ كمل المحاضرة. صفحة 10 الأبر كيس واللور كيس. طبعا الأبر كيس هو شنو؟ دالة، واللور كيس دالة. هاي تحول الحروف التكست أو السترينج تحولها شنو؟ حروف كابتل. وهنا اللور كيس تحولها شنو؟ حروف سمول. طبعا هاي دائما احنا نستعملها شنو؟ كتنسيق للنص، كتنسيق للنص. طبعا بالمنظمة الأولى بالمحاضرة الأولى تشابتر 1 بصفحة 9 عندكم هذا الجدول. هذا الجدول بصفحة 9 بيه همينه شارح على الخط، هي الفونت، فونت ستايل، تايب، سايز. هناك شارح على الفونت، شارح همينه على الفونت وطبقته مثال على الفونت. طبقته مثال على الفونت، يعني لما يصير بولد ايت ليك طبقته مثال هم بصفحة 14. لو تشوفون انه هذا المثال على الفونت. طبعا الابر كيس واللور كيس انه شنو؟ تخلي الخط باحرف كبيرة او تخلي باحرف شنو صغيرة. هاي دائما يستعملوه ويا الفونت، بس تختلف طبعا اعازة عن اعاز الفونت. هذا هو الستيتمنت مال الابر كيس واللور كيس. مايكروسوفت دوت فيجوال بيسك دوت ابر كيس فريس، مايكروسوفت دوت فيجوال بيسك دوت لور كيس فريس. هاي الفريس انه شنو؟ هي العباره نخزنها متغير، موجود مثال عليه. هذا المثال هسه اطبق لكم اياه على الحاسبه. نفتح الفيجوال بيسك بروجكت. طبعا كل مره افتح برنامج جديد ليش؟ حتى نفذ لكم من الصفر. هنفذ الابر كيس واللور كيس. انا شو احتاج؟ احتاج متغير اخزن بيه السترينج، وهاي السترينج اخليها اسويها اما ابر كيس باحرف كبيره او لور كيس باحرف شنو صغيره. زين، اذا احتاج بوتن، البوتن هي شو تنفذ؟ هو زر لمن اضغط عليه يتنفذ شنو الكود. هذا بوتن، وسيلة من وسائل الادخال. فرضا استعمل تكست بوكس، وسيلة من وسائل الاخراج. اقدر استعمل تكست بوكس، اقدر استخدم شنو ليبل، اقدر استخدم شنو المسج بوكس. خلي استخدم ليبل. اذا صادنا وسيلة ادخال تكست بوكس، وسيلة اخراج الليبل، وزر التنفيذ هو شنو البوتن. اكتب الكود. انا شو اريد اعرف؟ اول شيء اعرف متغير اخزن بيه سترينج، افرضه اكس دم اكس شنو سترينج، حتى اخزن بيه العباره اللي اريد اسويها حروف كبيره او صغيره. زين، الاكس مين ياخذ القيمه؟ مثل ما اتفقنا التكست بوكس هي صارت وسيله ادخال دوت تكست. اذا عرفنا اكس كمتغير، والاكس هو شنو خزننا به التكست بوكس، هي انخزنت وين؟ بالاكس. التكست بوكس صارت وسيله ادخال. زين، اريد اطبق الداله الابر كيس، وين تعرض المخرجات مالته؟ تعرضها بليبل، ليبل
1.txt يساوي اكتب الإعاز مال دالة الأبر كيس هو شنو هو المايكرو سوفت دوت فيجوال بيسك دوت أبر عيال أبر كيس افتح قوشة اخلي العبارة الفريس هو شنو مو اجي اكتب كلمة لا اكتب المتغير خزن نبي من المتغير خزن نبي العبارة هو اكس هذا اكس اشغل البرنامج اذا عرفنا اكس خزن نبي سترينج الاكس استعملنا التكست بوكس كوسيلة لادخال السترينج للكاركتر او العبارة المين للمتغير اكس واستعملنا الليبر وسيلة للوسيلة وسيلة من وسائل الاخراج شغل البرنامج هذا هو البرنامج وين اخلي العبارة خليها وين خليها بالتكست بوكس مثلا خليها كمبيوتر ادوس بوتنس شوف صار بالليبر كمبيوترز احرف صغيرة دسنا بوتنس انخزنت وين راحت انخزنت بالاكس الاكس خزن بيها انخزنت بيها قيمة التكست بوكس هي شنو هي الكمبيوتر بعدين بالليبر شن عرضت ان عرضت ناتج الدالة هاي الدالة شو تسوي الابر كيس انه اخذت السترينج وحولتها الى حروف كبيرة مش شوفون كل الكمبيوتر كل حرف حولتها شنو هي كابتل لتر ناخذ غير عبارة اي عبارة اخذوها مثلا ABC ادوس بوتنس شو تحول تحول الى كابتل لتر هاي هي دالة الابر كيس دالة اللور كيس نفس الفكرة بس شنو دالة اللور كيس اللور كيس هو نفس اللي عاز مالته بس شو تسوي تسوي الاحرف السترينج باحرف صغيرة هذا هو الإعاز مالته وهذا المثال أنا أطبقه ببرنامج دم اكس از سترين المتغير اكس وهنا مجرد نفس السؤال أنا بمكان الأبر كيس راح أسوي خليه لور كيس خلي نشغل البرنامج خلي أجيب هنا نكتب هنا مثلا كمبيوتر ادوس بوتنز هسه سأل يسأل يقول انت دخلت كمبيوترز خزنت بالاكس متغير الاكس راح اشتغلت عليه الدالة اللور كيس حولتها حروف صغيرة وين عرضتها بالليبر 1 اشو ظلت نفس اي مو احنا الكمبيوتر هي شنو احنا دخلناها حروف صغيرة زين خلى اشغل البرنامج مرة اخرى هدخل كمبيوتر بحروف كبيرة شلون اشغل الكابستوك مال الكيبورد ادخل كمبيوتر حروف كبيرة شغلت الكابستوك مال الكيبورد دخلت الكمبيوتر كلمة كمبيوتر بحروف كبيرة هسا من ادوس على بوتون حول لي اياها حول لي اياها الى سمول لترز كمبيوتر حول لي اياها حول لي اياها الى سمول لترز لان هاي انخزنت بالاكس والاكس اشتغلت عليها اللو كيس وخزنتها وين خزنتها بالليبر هاي الكابيتال حولها شنو الى سمول طيب يسأل يقول اذا كتبت لسمول وكابتر شلون يشتغل خلنا نشوف يعني السترينج مشكلة اكو كاركتر كبير كاركتر صغير مثلا كمبيوتر حكتب كوم نال الكمبيوتر صارت متكونة من أحرف كبيرة أحرف صغيرة لما يدوس بوتون صار كله صغير تأخذ هاي العبارة الأحرف كبيرة حولته أحرف صغيرة اللور كيس والأحرف صغيرة تبقى كما هي هاي هي تنفيذ دالة اللور كيس والأبر كيس كمل محاضرة The absolute function ABC S هي الابسوليوت فانكشن شنو الابسوليوت فانكشن يعني الابسوليوت فانكشن يعني الابسوليوت فانكشن ريتيرن ذا ابسوليوت فاليو يعني ترجع القيمه المطلقه يعني مثل ما ماخذ بالرياضيات يعني ترجع الشيء السالب ترجع لنا القيمه المطلقه للرقم
يعني سالب 2 قد تطلع لك القيمة 2، سالب 100 قد تطلع لك 100 الابسوليوت فاليو. هذا هو الإعاز مالتها ماث دوت ماث تستخدم ويا الابسوليوت دوت ابسوليوت نمبر. هذا مثال عليه بسيط، خلي ننفذ هنا. صفحة 10، شي يحتاج من مثال تكست بوكس، يحتاج لنا ليبل كعرض، تكست بوكس هي ادخال، هذا هو المثال امامكم، تكست بوكس هو ادخال، الليبل هو وسيلة عرض، وبعد ومتغيرين. زين هنا ليش متغيرات اثنين؟ استعمل متغير اكس خزن بها قيمة التكست بوكس، السترنج الرقم اللي راح يدخله شنو اليوزر. لاحظوا هنا أنا استعمل الاكشن هو انتجر، ليش؟ لان هو نمبر ما استعمل سترنج، هاي مهمة. والواي، الواي خزن بيها ناتج الدالة ابسوليوت باي، ورد عرض الواي وين؟ بالليبل. يصير الليبل بمكان واي؟ يصير. خلي نشوف، افتح البوتن، همسح هذا القليل، اكتب اكس as dim x y، انا في المثل ما موجود بالمحاضرة، بعدين اشيل ال y as integer. اذا نعرف متغيرين هو ال x وال y، شنو قيمة التنخزن بيهن، قيمة الداتا، النوع الداتا العفو هي integer. زين ال x يساوي لنا tx box 1 tx box 1 dot tx. إذن بالمتغير x مين ياخذ القيمة مالتها؟ من tx box. أكمل، الواي هو متغير، شو راح نخزن به؟ راح نخزن به ناتج تنفيذ الدالة math math dot absolute. زين absolute على من تشتور؟ تشتور على المتغير x، y سألنا math dot absolute x، اشتغلت على المتغير x، وانا اعرض الناتج الابسوليوت اعرضه بالليبل، ليبل 1 دوت تي اكس يساوي لنا شنو؟ يساوي لنا 1. اذا قيمة السترينج خزنت بالاكس، هي التكست بوكس وين خزنت؟ بالاكس. ونفذنا الابسوليوت فانكشن وين خزناها؟ بالواي. بعدين الواي وين عرضناها؟ بالتكست بوكس. انا في الطلاب شوفوا، تكست بوكس هي وسيلة ادخال، ادخلها مثلا سالب 2، ادوس على بوتنس، قد طلع بالليبل 2، ليش؟ لان هو ياخذ الابسوليوت قيمة مطلقة، واضح؟ سالب 2 خزنت بالاكس، الواي خزنت؟ الماث اشتغلت عليهم على قيمة مخزونة بالاكس، وين خزنتها؟ بالواي. والواي والليبل شنو عرض؟ عرض شنو؟ قيمة الواي. ليش ما عرضت الليبل هنا واي؟ لان الواي هو متغير، تعرض القيمة ببطن المتغير المخزونة، يعني متغير بس مكان خزن. سؤال يسأل يقول اقدر اشيل الواي واعرض هنا الليبل مثل بالامثلة السابقة؟ يصير، هشيل الواي هذا الواي شلت، اشيله من هنا احد في الواي، نصار بس اكس خزن بيه القيمة، نفذ بالماتلاب وين اعرض لنا؟ بالليبل. هسه شغل برنامج سالب 4 بوتن، شقد طهرت؟ 4. رأسا الليبل شن خزنت بيه؟ ناتج تنفيذ الدال، قبل شوية انخزنت المتغير، بعدين متغير انخزنت بليبل، نفس الشيء، ماكو أي فرق. هذا هي تنفيذ برنامج الابسوليوت فانكشن. نكمل المحاضرة. انتجر فانكشن، الانتجر فانكشن من اسمه انتجر فانكشن، انتجر فانكشن ترجع ان بس يعني مثلا 2.4، تقص ما بعد الفارز ترجع ايش قد؟ 2. 6.9 ترجع شنو؟ 6. هاي هي دالة الانتجر فانكشن، هاي شغله. هذا مثال موجود عليه، خلينا نطبقه.
هنا ندم x و y as sitting. هذا ال x و y شنو as sitting. ال x وين خزنه؟ بالتيبل. هنا مجهم نفس الشيء، خلى قيمة ناتج الانتجر x وين خلى؟ بال y. تقدر تدخلي مباشرة بالليبل. التكس بوكس وين خليته؟ بالاكس. اقدر هنا بمكان تكس بوكس اخلي قيمة بالانبوت بوكس؟ تقدر. مثلا تكتب انبوت بوكس انتر يو فاي، ادخل قيمته. زين الليبل وان شي يعرض انه ما دوت شنو الانتجر تحتاج ما هذا وي عازها انتجر اكس بدون ما انتجر اكس وين خزنت بالليبل. تقدر انت تخزنه بالوان ماكو اي مشكله، تقدر تمسح الليبل تخزنه. احنا فديكم يا مثل المحاضره تخزنه وين بالواي. بعدين شو تسوي؟ label 1.txt يساوي انه شنو؟ لا واي ماكو اشكال. شغل البرنامج هسه دوس بوتون انتر يور فاليو. ايش قاعد مثلا اقول؟ 3.5. ايش قاعد تطلع؟ 4. ليش؟ هذا سؤال الكم. أني نفس القيم نفس الكود بس بدلت بيه شغلة انه انتجر. هسه دليل اكتب سترينج باع هالشغلة برنامج دوس بوتون 3.6 باع ايش قاعد تطلع؟ 3. قص الجزء ما بعد الفارز لما نخليه سيتنج. من خليت انتجر صار عائله، لما خليت انتجر لاحظتوا ليه صار هالفرق؟ شنو السبب؟ هذا فد واجب بسيط لكم. يعني انا لما خليت انتجر صار تقريب قرابه للعدد. ليه؟ هذا واجب بسيط لكم. كمل المحاضرة. دالة اللين فانكشن يعني اللينك فانكشن هذا شيء شنو؟ تحسب لنا كم كاركتر بالسترينج، طول الكاركتر طول السترينج فين كلمة احمد شقد بيها؟ 5. هذا هي دالة اللينك فانكشن. هذا مثال عليه بسيط حنفذلكم اياه. لم اكس واي از سترينج تاخذ هنا قيمة الاكس، منين تاخذها؟ تاخذها من ال TX box TX box 1 dot TX. زين ال Y شي يصير بيها؟ متغير ال Y، متغير X اخذت من ال TX box. زين متغير Y شو راح ينخزن بيها؟ دالة اللينك، ناتج عملية اللينك. شنو اللي عاز مالتها؟ لينك، وتخلي المتغير المخزون به الرقم او الكاركتر. هنا كاركتر عفوا تشتور على الكاركتر. اذا 1 يساوي ان length افتح قوس الكاركتر وين مخزونه؟ مخزونه بالاكس. label واحد دوت تكست شي يساوي ان واي. شغله برنامج اكتب هنا كاركتر مثلا كمبيوتر. كمبيوتر شقد بيها؟ لا 6 8. شقد طول السترينج مالتها؟ طول الكاركتر، عدد الاحرف بالكاركتر شقد؟ هي 8. زين خلنا نفد البرنامج مره اخرى، ناخذ غير قيمه مثلا قيمه مايكروسوفت، نضغط بوتن. كم حرف موجود بالمايكروسوفت؟ 9 احرف. اذا هي دالة اللينك مجرد تعد شنو؟ طول السترينج، عدد الاحرف بالسترينج. هاي الفائدة مالتها. خلصنا الفانكشن تتعامل مع الفيربال مع المتغيرات.
وصلنا للإف. طبعاً using if control مثل ما تعرفون الإف شرطية. أنا حنفذ لكم البرامج لأن سشرحت لكم إياها بالفيديو النظري. هذا هو عازل إف. if condition then statement 1 statement 2 and if. هذا هو الإعاز مال الإف، تستخدموه بكتابة البرامج بالفيجوال بيسك. مثلا الإكزامبل، هذا إكزامبل بسيط. هذا إكزامبل عرف الماي نمبر از انتجر، والماي نمبر يساوي لنا تيكس بوكس يعني تاخذ قيمته. اذا الرقم اكبر من 100 دين شنو يو وين لاكي برايس، يعني انت فزت بالجائزه. اذا الرقم اكبر من 100 انت تفوز بالجائزه. اذا هذا صار شرط. هذا المثال بسيط حطبق لكم اياه على الحاسبه. شو احتاج هنا؟ احتاج تيكس بوكس واحتاج ليبل. هذا التكس بوكس هنا همسح لكم اياه حتى انفذ لكم اياه من البدايه. دم ماي نمبر از انتجر، عرفنا المتغير ماي نمبر كهو شنو كانتجر. ليش عرفنا انتجر؟ لان هو نمبر رقم 100، يعني أنا إذا رقمي 100 رقمي 5 أفوز بالجائزة، ما أقدر أعرف سترينج. زين ماي نمبر، زين أنا عرفت متغير ماي نمبر. ماي نمبر وين مين ياخذ قيمته؟ ياخذها مثلا من تيكس بوكس. ماي نمبر يساوي لنا تيكس بوكس 1.txt. بعد أجي أكتب الشرط. الشرط شنو؟ إف المتغير مالتي if my number شبيه أكبر من 100 دين. شوفوا رسم كتبه if my number أكبر من 100 دين and if. هاي اللي عازات الموجودة بين بداية الاف وال end if هو اللي ينفذها الاف. هنا ما ينفذها، يعني مجرد الإعازات المحصورة بين بداية الإف والإند إف هو ينفذها. يعني شوفوا البوتوم ببداية وبشنو إنسر ينفذ الإعازات الموجودة هنا. الإف ينفذ إعازات من بدايته وبين شنو نهايته. الكلاس ينفذ الإعازات الموجودة ضمنه من للنهاية. فانتبهوا لهاي الشغلة. إذا رقمي أكبر من 100 شي ينفذ، اطبع عنا بالليبل 1 ليبل 1 دوت تيكست. شي يطبع لنا، يطبع لنا كل شي بيه كوتيشنز نفسه. يو وين مثلا، يو وين انت فزت. شغله برنامج، هذا البرنامج اللي تخاوين يصير بالتيكست بوكس. ادخل مثلا رقم 40 دوس بوتونز، ما ظهر لي شيء. ليش؟ لأن هو قال إذا الرقم أكبر من 100 يقول التوين، إذا أصغر من 100 ما يظهر لي شيء. ليش؟ لأن إحنا ما مستعملين ال if else. هسا بالمثال بعد نستعمل if then else هيظهر إذا الرقم أكبر من 100 أصغر من 100. يعني إحنا لو كاتبين if then then else مثلا you شنو you false you fail، يعني أنت فشلت. you win you fail. هنا انا بس مجرد يعلمكم شلون تستعملوا الف. خل ادخل 100، ال 100 يشتغل هنا لو لا؟ 100 ما يشتغل. ليش؟ لان لازم اكبر من 100. هنا لو اكبر او يساوي 100 ياخذ ال 100، بينما ما طول اكبر من 100 لازم اكبر من 100 حتى لو برقم. ف 101 شو طبع لي؟ يون. واضح طلاب؟ خلنا ننتقل البرنامج اللي بعده if then else statement. هذا هو الستيتمنت، هذا هيك هذا الكود مالته. هذا الستيتمنت ينكتب if condition then
else statement and if. شوف كل if بيها and if وال else هاي العبارات مالت. خلنا ناخذ في السؤال عليها. هذا السؤال شوية أوضح. Example 2 موجود بصفحة 12. Example 2 موجود بصفحة 12. هذا example شنو هو؟ هو write a program to enter a mark of a student then print pass if he successful. يعني يقول لك دخل درجة الطالب إذا هو باص، يعني إذا هو نجح اكتب له successful نجحت. شو وقت ينجح؟ إذا أكبر أو يسأل 50. طالب من يعرض 50 هو أكثر من 50 وشنو باص عدا هو فيها رسب. خل نجي ننفذ السؤال. هنا سؤال سهل حنفذ لكم يا. شنو نحتاج هنا؟ نحتاج بوتون ونحتاج شنو؟ مسج بوكس تيكس بوكس والليبل. خلينا نخليه خاف نحتاجه بغير سؤال، بس بهالسؤال ما نحتاجه. نمسح هذا الكود القديم. نكتب هنا حياخذ متغيرات اثنين لو تباعون بالسؤال. استعمل الدرجة كمتغير انتجر واستعمل الريزر كسترنج. ليش؟ درجة الطالب 50 والمية والأربعين والسبعين هي انتجر رقم، والنتيجة نجح الطالب أو رسب الطالب هو وش عرفه السترنج. يعني هاي شنو؟ هاي هاي نمبر انتجر عرفه، ما استعمل سنجل ولا دبل. يعني ما ياخذ 50.5، هو حياخذ أعداد صحيحة ما ياخذ فلوت. والريزلت استعمله سترنج لأن هو أما باص أو فيل، يعني كتابة كجملة تطلع واضحنا. واستعمل مسج بوكس لإظهار شنو؟ القيمة النتيجة. دم مارك از انتجر، عرف المارك اللي هو الدرجة شنو كمتغير انتجر، وبراها دم ريزلت as string. الريزلت ايش عرفه؟ كسترنج. عرف المارك انتجر وعرف الريزلت شنو؟ كسترنج. زين مارك يساوينا. زين هسه هذا المتغير مارك الدرجه مين ياخذه؟ ياخذه من انبوت بوكس فاليو تحت قوس input box. ليش كتب value؟ حتى يحول قيمة ال input box المن الى رقم. enter your mark، ادخل درجتك او enter the mark. زين هنا شنو المارك؟ مين هياخذ؟ هيستعمل الانبوت بوكس كادخال للمارك للدرجه. ليش خلى فاليو؟ خلى فاليو حتى يتعامل مع قيمه المخزونه بالانبوت بوكس، الفاليو تحولها الى رقم حتى يتعامل ويا الاف. يعني هاي اخذنا الفاليو بالتكست بوكس، فاليو تكست بوكس تحول القيمه المخزونه بالتكست بوكس الى شنو؟ الى رقم حتى تتعامل ويا كرقم. هاي هي فائده اللي عز فاليو. زين هسه اكتب الشرط if if mark إذا الدرجة أكبر أو يساوي 50. شو وقت ينجح الطالب إذا الدرجة أكبر أو يساوي 50؟ إذا الدرجة أكبر أو يساوي 50 دين. شوفوا هي اشتغلت، لازم دين صار. شوفوا and if، يعني تكتب لي عازات تشتغل ضمن ال if ضمن هذا الحيز. إذا أكبر يساوي 50 الريزلت شنو؟ هذا المتغير الريزلت شي يساوي لنا؟ إذا أكبر يساوي 50 هو باص نجح. else أكتب هنا else else. زين ال else أكتبه ورا ال end if؟ لا، ال else ضمن اللي عاز end if، ضمن اللي عاز end if، يعني تخلص ال end وال else. else الريزلت شنو نتيجته؟ الريزلت حيكون شنو؟ فيل.
رسم. إذا أنا الماك أكبر من 50 دين ريزر شنو باس اي ارسل ريزر شنو فيل رسم اند اف. هذا هو شغل الاف. هياخذ المارك، الماركة يومين تاخذ القيمة من الانبوت بوكس تنخزن هنا يقرأ الاف. اذا المارك اكبر يساوي 50 ريزر تنطيها باس اي ارسل ريزر شنو تنطيها فيل. فيل وين تنخزن؟ تنخزن من المتغير ريزلت اللي هو شنو المتغير ياخذ يخزن قيم من نوع سترينج. هسه انا اريد اعرض الريزلت، اقدر اعرض اكتب تيكس بوكس 1 دوت تيكست يساوي لنا شنو ريزلت تشتغل برنامج، او اعرضه شنو اعرضه مسج بوكس مثل ما موجود بالمحاضره مسج بوكس زين يساوي لنا شنو بين قوسين ريزلت. راح تنعرض النتيجه وين؟ بالتكست بوكس وبالمسج بوكس. خلينا نشغل البرنامج. ليش هنا ايرور؟ شنو الايرور؟ خلينا نرجع نشيك البرنامج. عرفنا المارك كانتجر، عرفنا الريزر كشنو كسترينج. المارك يساوي لنا فاليو انبوت بوكس. نسينا قوس، القوس مال الفاليو نسيناه هنا، بس مجرد هذا القوس طلع لنا ايرور. والمارك هسه نشغل البرنامج. المارك وين الادخال مالتها؟ بالانبوت بوكس. هدخل هنا انتريور مارك مثلا طالب اخذ 49 اقول له اوكي. شين عرض هنا بالمسج بوكس؟ فيل. وانا ايش خليت؟ خليت التي اكس بوكس والمسج بوكس تعرض لي. هنا تعرض لي الريزلت وهنا شو تعرض لي؟ ريزلت. انا عرض فيل. ليش؟ لان هو ما تحقق الشرط اكبر يساوي 50 ينعرض باس اي ار سي ينعرض فيل. خلي اعيده. ادخل مثلا 50 اقول له اوكي. شنو اعراض باس؟ نجح. وين شنو اعراض باس؟ نجح. واضح. ادخل مثلا 66 باس نجح. ادخل مثلا 99 باس نجح. ادخل مثلا 3000 شي يصير فيل حسب الشرط. واضح. هذا يعاز الاف اس. اكو اذا عندنا هوايه شروط يعني اف ايرس اف ايرس يعني ايرس اف ايرس اف ايرس اف اكثر من شرط عندي. يعني هنا انا بس لو تلاحظون هذا المثال انه شرط لو ناجح لو راسب. اذا اكثر من شرط شو استخدم؟ ناحية تضطر تستخدم يعاز الاف ايرس اف ايرس اف. اخر وحده شو تخلي له؟ تخلي له ايرس مثل ما ماخذيها بالمروجه بالسنوات السابقه. المثال طبعا هذا هو اللي احكيكم عليه. هذا ال F دين ايرس اف ستيتمنت. هاي ال F كونديشن دين ستيتمنت ايرس اف. هذا هو الستيتمنت شلون تكتب اعاز ال F ستيتمنت ايرس اف كونديشن دين ستيتمنت مول ايرس اف كونديشن. يعني ايش قد ما تقدر تخلي ايرس اف تحتاج يخلي اخر وحده شو تصير؟ تصير ايرس. اخر وحده شو تصير؟ ايرس. يعني تختمها بايرس. وطبعا بالنهايه الاند اف. نان اكسرسايز 1 اكسرسايز 1 الموجود بصفحه 13 موجود بصفحه 13 اكسرسايز 1 This program uses logical operator on beside the condition operator. This means that both the condition must be fulfilled in order for the condition to be true. Otherwise, the هذا الاكسرسايز 1 شو يقول؟ يقول لك this program uses the logical operator on. الان مثل ما قلنا هاي باللوجيك اوبريتر لازم شنو؟ لازم انه البوث الجانبين يعني اكس اند واي لازم الاكس صحيح والواي صحيح حتى الان شنو تشتغل. This means that the both condition must be fulfilled in order يعني اثنين مستوفي الشروط for the condition to be true. Otherwise the second block of code will be executed. يعني انت حتخلي فالشرط هذا الشرط شبيه بي اند
ولازم ثنيناتها مستوفية حتى شنو يتحقق. أدروايز فيما عدا شنو الشرط الثاني السكند بلوك الجزء الثاني من الشرط يتنفذ. يعني اف اس بس بالاف شو تخلي انت ان ذس اكسرسايز في هذا التمرين ذا نمبر انترد must be more than 100 and the age must be more than 60 in order to win lucky prize. يعني انت حتخلي هنا تمرين بسيط any one of the above condition not fulfilled will this qualify the user from win a prize. يعني انت هنا بالاكسرسايز المطلوب منك انه تسوي برنامج. هذا البرنامج بيه شرط. الشرط على وش يشتغل؟ يشتغل على متغيرات اثنين اللي هو العمر، ويشتغل على شنو الدرجة الرقم. يعني يشتغل على الرقم النمبر. الشرط على من يشتغل؟ يشتغل على النمبر، ويشتغل على شنو على العمر. هاي المتغيرات الاثنين. العمر لازم شلون يصير؟ يصير اكبر مور دان 100. الرقم العفو لازم اكثر من 100، والعمر لازم شبيه اكبر من 60. اذا تحقق هذا الشرط تفوز بالجائزة، اذا ما تحقق انت تفشل بالجائزة ما تفوز. هذا هو فكرة البرنامج. يعني اف اس مجرد انت شو تسوي؟ تخلي بالاف انه تستعمل الاند. اذا تحقق هذا الشرط وهذا الشرط اللي هو النمبر والايج تفوز بالجائزة، إذا ما تحقق أنت ما تفوز بالجائزة. هذا واجب طلاب، حلوه ودزوه، وإن شاء الله أنزل لكم الحل مالته بالكلاس روم. هذا واجب إكسرسايز مرنوا عليه. إكزامبل 3 write a program to give the evaluation for different marks as follow. هنا لازم شنو هذا البرنامج بالإكزامبل 3 طالب ودرجاته والتقدير مالته. يعني طالب مثلا حصل بالرياضيات 80 أو أكثر من 80 اللي احنا نعتبره شنو جيد جدا، شنو التقدير مالته الإيفالويشن أي عفوا. إذا حصل من 70 أكبر من 70 لل 80 شو يحصل تقدير بي؟ أكبر من 50 أو يساوي 50 تقدير شنو سي؟ أقل من 50 دي. طبعا الحل موجود أمامكم صفحة 13. مستعمل ماركس متغير هو للدرجة، مستعمل جريد. جريد يعني شنو الدرجة أو evaluation as setting كيف يعني تقدر مكان جريد تستعمل evaluation أو x y i عادي متغيرات. الماركس من يحصلها من الانبوت. هنا شو استعمل؟ إذا الماركس أكثر من يساوي 80 الدرجة شنو؟ أي. بس هنا أنا هيك سؤال لو تباعوا أمامكم أكثر من شرط شو نستعمل؟ الإف ما يفيدنا بوحدة والإف إيرس ما يفيدنا، لأن هو مو شرطين، مو شرط وعكسه حتى نستعمل إف إيرس. الإف إيرس يعني تحقق الشرط استعمل، ما تحقق إيرس. يعني واحد أخذ أكبر من 50 نجاح، ما أخذ من 50 فما فوق فهو راسب. بينما إحنا إذا أخذ أكثر من 80 أخذ أكثر من 70 إحنا الإف ما يفيدنا، الإف إيرس ما يفيدنا لأن أكثر من شرط. شي يفيدنا؟ يفيدنا الإف إيرس إف إيرس إف، هذا هي اللي يفيدنا، هذا هو اللي يفيدنا. زين عرف هنا المتغير ماركس، حنفذ لكم البرنامج لأن البرنامج هو الماركس أخذها كإنتجر وجريد أخذها كسترينج، وإذا أكبر من 80 مجرد أنا حنفذ لكم برنامج. شو نحتاج هنا؟ نحتاج بس بوتونز، وهو عرض النتيجة وين؟ بالجريد. عرض النتيجة بالجريد، تيدون تعرضوها بالتكست بوكس كيفكم. همسح التكست بوكس، همسح الليبل وامسح التكست بوكس. تيدون عفوا خلنا عرض بالتكست بوكس وبالمتر. نبدي نكتب النتيجة. هنا هستعمل من كتاب موجودة، عرف المارك as integer وعرف الجريد شنو as string. المارك أخذ من الانبوت بوكس، نفس
السؤال السابق اف ماكس حكتب هذا الشرط اف مارك اكبر او يساوي 80 دين. اذا ماكس اكثر او يساوي 80 شكتب الجريد شو يساوي؟ جريد يساوي لنا اذا اكبر يساوي 80 وش حصل؟ حصل اي. else if استعمل else if. اذا مارك else if اذا ماركس او الماركس مارك اكبر او يساوي 70 دين. اذا اكبر او يساوي 70 اللي جريد ايش قد؟ جريد يساوي لنا بي. else if else if الماركس مجرد حتعيد مارك اكبر او يساوي لنا ايش قد 50 شي يصير دين اللي جريد ايش قد ياخذ؟ جريد يساوي لنا شنو سي. هاي ايش عد كابس لو كمان كيبورد وتكتب سي سي. هسه اخر شرط اخذنا الاف باو اخذنا ايرس اف ايرس اف اخر شرط شو تخليه ايرس؟ يعني اذا ما تحقق الشرط هنا ما تحقق الشرط هنا ما تحقق الشرط شي تحقق تحقق هذا الشرط الاخير اخر شيء تستخدم شنو؟ ايرس ايرس الجريد شنو؟ يعني رسب ايرس جريد يساوي لنا دي. اذا تحقق الشرط الاول ما يحتاج يدخل الشرط الثاني هذا ما تحقق يدخل هنا ما تحقق يدخل هنا ايرس يدخل بالشرط دي ايرس جريس دي جريد دي. زين وين اعرض النتيجه؟ اعرضها بالتكست بوكس واعرضها وين؟ بالمسج بوكس. هنا شو اكتب؟ هنا مسج بوكس شو يساوي لنا؟ تكست بوكس جريد مو ريزلت جريد خزن نفس الثلاث تسوي ريزلت هم يصير نفس الشيء. زين مسج بوكس هو نفس القديم بس مجرد هنا شنو ضاف علامة تنبيهية لليوزر يو جريد يعني درجتك أو تقييمك is تستخدم أنت وتكتب المتغير وين خزنت تبيع متغير جريد هنا بس قبلها شو تستخدم لازم تخلي دبل كوتيشن لأن هاي تنزل ناس كما هي and grade سد القوس. هاي ينعرض بالتكست بوكس ينعرض شنو في المسج بوكس شيل التكست بوكس حتى يصير نفس المثال موجود أمامكم. خلينا نشغل البرنامج. الإدخال وين يصير؟ بالانبوت بوكس دوس بوتنس. أدخل درجة مثلا 50 أقول له أوكي شير عرض لنا الخمسين حيشتغل البرنامج ياخذ الخمسين وين يخزنها؟ يخزنها بالمارك. المارك اللي هي شنو؟ انتجر. يشتغل الشرط 50 اكبر يساوي 80 لا يطلع يدخل هنا بهذا الشرط 50 اكبر يساوي 70 لا يطلع يدخل هنا بهذا الشرط 50 اكبر يساوي 50 نعم يدخل شي ينفذ يشوف جريد سي يطلع وين؟ يطلع لنا المسج بوكس اذا هو جريد سي. نضغط بوتن 1 مثلا نجرب مثلا 77 بي ليش 77 اجتني خزنت وين؟ خزنت بالمارك 77 اكبر من 80 لا يخرج من هذا الشرط 77 اكبر يساوي لنا 70 نعم يدخل بهذا الشرط ينفذ شنو الستيتمنت الموجوده ضمن هذا الشرط حيز جريد بي يخزن بي وين بالجريد هذا مين ينفذ الشرط لانه ينفذ شرط واحد ما تحقق هذا الشرط ورا الاس يطلع شي يطبع يطبع المسج بوكس اللي هو شنو يور جريد جريد ايش قد مخزونه بيها هي البي ماني. زين دخل مثلا 33 قول له اوكي دي ليش اجى 33 خزنت بالمارك مثل ما قلنا يقارن بالشرط الاول ما تحققت اذا مين ينفذها الجريد وبالشرط الثاني ما تحقق ما يدخل بالجريد بي
شرط الثالث ما تحقق، إذن وين يروح للإرث؟ الإرث هو شي يصير، تبقى بس إرث هي اللي قريت وزيد قيمتها دي، وتخزنها وين؟ بالمسج بوك. شنو هو دي؟ هذا اليوم أخذنا الفانكشن محاضرتنا، أخذنا الفانكشن واللي تتعامل مع الفيربوس المتغيرات، وأخذنا الترام، وأخذنا الليفت ترام، وأخذنا الميد، وأخذنا الليت فانكشن، وأخذنا الأبسوليوت والإنتجر واللينك الذي جاء طول الكاركتر، وأخذنا الإف الشرطية يعني الإف بحده والإرس إف والإف إرس إف. صفحة 13 اكسرسايز 2، هذا اكسرسايز، هذا طبقوه كواجب وتدزوا لنا ان شاء الله على الكلاس روم. لهنا خلصت محاضرتنا العملي، نفذنا بها البرنامج، تم شرحها بالمحاضرة النظري. اي سؤال اي استفسار كتبونا بالتعليقات واجاوبكم عليه ان شاء الله، وشكرا جزيلا لإصغائكم.